وللمزيد مشاهدينا حول هذه الزيارة ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، عن قمة مصرية أوزبكية بالقاهرة تستحضر العلاقات التاريخية الوطيدة ما بين البلدين، كيف تقرأ عمق هذه العلاقات من الواقع من خلال تصريحات الرئيسين في المؤتمر الصحفي؟ هو الحقيقه يعني اوزبكستان من الدول الكبيره واللي علاقتها مع مصر علاقات فكريه وتاريخيه، وفي لها علاقات عربيه واسلاميه ممتده الحقيقه، وفي اسماء كثيره من يعني الفارابي، الترمذي، زمخشري، بخاري، اعتقد كلهم بينتموا لهذا، والطشقند وسمرقند من الاسماء المدن الاسلاميه التاريخيه يعني. ومصر كانت من اوائل الدول اللي اعترفت باوزبكستان واقامت معها علاقات دبلوماسيه. واوزبكستان اعتقد انه مذكرات التفاهم في الزراعه، في الصناعه، في الطاقه، في التعليم العالي، في الصحه، في الاقتصاد، والرئيس مرجعيت التقى برجال اعمال بالامس وغيره. واعتقد انه مذكرات التفاهم دي ستوسع هذا الامر، لانه بالرغم من هذه العلاقات الا انه في اتجاه لرفع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. ورئيس اوزبكستان قال انه بلاده مستعده تهيئ الظروف لاقامه مشروعات مصريه يعني، وفي علاقات اقتصاديه وعلاقات ثقافيه الحقيقه يعني، في اتجاه للسياحه والثقافه، تبادل الثقافي وفنانين ونجوم وغيره يمكن ان يذهبوا او يجوا من اوزبكستان، في طلاب مبعوثين من اوزبكستان في الازهر الشريف. في علاقات ثقافيه ممتده. اعتقد انه يعني في مجالات كثيره يعني مذكرات التفاهم تمهد الطريق الى عقد اتفاقات مختلفه. على ذكر مذكرات التفاهم استاذ اكرم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في تقييمه لمستوى الميزان او التبادل التجاري ما بين مصر واوزبكستان قال انها لا ترقى الى مستوى الاراده السياسيه ما بين البلدين. مصر ضالعه في اتفاق لانشاء خط سكك حديديه يمر من اسيا الوسطى وصولا الى مصر، كيف يمكن لهذا المشروع ان يقوم بزيادة وتنمية حجم التبادل التجاري ما بين مصر وأوزبكستان بشكل خاص، وأيضا مصر وهذه المنطقة آسيا الوسطى؟ بالتأكيد طبعا يعني دي طموحات كبيرة جدا، وأعتقد أنها تحتاج التنفيذ يعني، سواء ومصر هي جزء بين أفريقيا وبين هذه الدول وآسيا ودوائرها العربية والإسلامية والأفريقية يعني والمتوسطية. واعتقد انه مثل هذه يعني خطوط السكك الحديد يمكن بالفعل ان تساهم هذا الامر. والرئيس زي ما اشار الى انه العلاقات التجاريه والميزان التجاري لا يرقى الى طبيعه العلاقات القويه، ومصر في خلال الازمات العالميه المختلفه الان وانعكاساتها دائما بتوسع علاقاتها وتبحث عن بدائل لسياقات التجاره والاقتصاد والتعاون وفتح مجالات للاستثمار. واعتقد ان مذكرات التفاهم دي بتبني تعمل قاعده لبناء تعاون اقتصادي وتجاري كبير بين مصر واوزبكستان من ناحيه، وفي نفس الوقت بتقدم بدائل في الزراعه وفي صناعات الالبان وفي الادويه وفي الطاقه وفي البتروكيماويات. اعتقد انه ده ممكن يبقى بيشكل قاعده مهمه جدا في التعاون، ويمكن الرئيس مبيعيت قال انه في تطابق بين برنامجي اوزبكستان ومصر في الجمهوريه الجديده بشكل كبير، وانه هذا بيضاعف من اهميه التعاون بين البلدين، يعني انه في علاقات عريقه بين البلدين يمكن البناء عليها والانطلاق منها الى تعاون حقيقي. نعم، استاذ اكرم، اخيرا الرئيس عبد الفتاح السيسي او السياسه الخارجيه المصريه بشكل عام يعني تقوم او على اساس التنوع ما بين المدارس لو جاز لنا التعبير. لاحظنا في الفترة الأخيرة توجه مصر نحو هذه المنطقة، منطقة آسيا الوسطى، كيف تقرأ هذا التوجه؟ يعني كان هناك زيارة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتين في هذه المنطقة، كيف يمكننا أن نقرأ ما بين السطور؟ اولا مصر فعلا بسياستها الخارجيه بتقوم على التعاون والشراكه وتنوع هذه العلاقات، هذا من ناحيه. الناحيه الاخرى زي ما انت اشرت، اذربيجان وارمينيا بينهما، ومصر كانت وسيط في هذا الامر، واعتقد انه
في علاقات ممتدة أوراسيا أو اتحاد أوراسيا أو يعني النهاردة أوزبكستان وهذه العلاقات، أعتقد أن هي جزء من سياسة مصر القائمة على التنوع والتعدد والشراكة والتعاون مع كافة الأطراف، وكل طرف يكون عنده فرصة لإقامة علاقات سواء تجارية أو اقتصادية أو استثمارية، سواء تسويق الفرص المصرية أو تسويق هذه الإمكانات الموجودة في هذه الدول. فما الرئيس من الهند إلى أذربيجان إلى أرمينيا إلى النهاردة أوزبكستان، أعتقد أنه سواء الاتحاد الأوراسي أو الجزء الخاص في هذه الدول، ولا في تشابه في الثقافات، في تشابه في التقاليد، في قاعدة إسلامية وثقافية، وكلا البلدين مصر وأوزبكستان أو هذه الدول لديها تطور للخطاب الإسلامي المعتدل، وده جزء مهم قوي في التعاون، في جزء في التعاون الثقافي والتقارب، التقارب في الاتجاهات. نعم، وأيضا أيضا أستاذ أكرم، يعني الأزهر الشريف حاضر بقوة في العلاقات المصرية الأوزبكية. على أي حال أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.